انا نوريكم دابا الطنجيه ديالنا مني وجدات. فوالا ها هي الطنجيه ديالنا، الشوكه كتجي محمره. وانا هنايا بغيتو تشحروها بغيتو تشربوها اكثر شربوها. شوفوا هنايا راه كتجي خاطره الا شربتوها اكثر. انا هنا كيبغيو لاصوص، انا عندي كيبغيو يغمسوا، دونك خليت ليهم ما يغمسوا. كتجي بنينه بنينه بنينه، ديك الحموضيه كتجي رائعه. ورافقت معاها هنايا سلطه ديال البربا والطاطا، الخيار والكورجي، الخيار والفكوس. هنا صايبت سلطه ديال الروز ساهله، كتسلقت الروز مع شويه ديال الجلبانه، من بعد ما صفيتهم زدت عليهم شويه ديال الطون والزيتون الخضر مقطع، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي الوليدات انا راه كيبغيو ديما طلبوني على هاد البطاطا، وليت كنديرها لهم تقريبا كل نهار مسلوقه، كنقشرها بالزربه. صافي ما كتشدش ليا الزيت، يعني والله الا داك الزيت دابا هذه المره الثالثه اللي درت فيه سوكسيسيف، دونك دابا غادي نخويه غادي نرميه. صافي وهنايا عندنا العصير فيه التفاح وفيه البنان وفيه كيوي والحامض، عصرت حامضه وحده. بعض المرات الا ما كثرتوش السكر كتجي حامضه، يعني الا درتو غير نص حامضه واحد شويه بركه كافيه مع الماء. انا عندي هنا الماء المقطر. صافي غادي نطحن، راه ديجا عندي واحد جوج بنانات كانوا كونجلي. صافي نطحنوا العصير ديالنا ها هو واجد، وانا شاركت معكم الوجبات الغداء ديالي اليوم. بالصحه والراحه. هنا الطريقه نوريها لكم. انا هنا كنصايب 6 ديال لي بيتزا، كنت مصايبه ديجا لي فون، صايبتهم البارح، اليوم حدا كنعمرهم. دونك هنايا درت لاصوص مطيشه، كيفاش صايبتو هي حكيت مطيشه بالحكاكه الغليظه والرقيقه، راك عارفين الجلفه كتبقى فيها شي حاجه كدوزوها بالرقيقه. درت عليها شويه الملح شويه البزار شويه التحميره وشويه ديال قزبر يابس وشحرتها مزيان. المهم هذه راه باقا خضراء. ها اللي صايبت انا ودرت فيها شويه ديال الزعتر، ومن بعد كنحك فوق منها الفرماج موتزاريلا. هنايا كما عندنا 6 ديال البيتزا الاخرى، راه خليتها لكم هكاك باش تشوفوا لاصوص. انا عاده غادي نصايبها. بالنسبه للعماره غادي ندير شويه ديال البصله مقطعه رقيقه وشويه الفلفله حمراء مقطعه كذلك رقيقه، وعندي الطون وعندي الشاركوتري. وانتوما معايا اللي بغى الزيتون على حساب شنو كتبغيو. هنايا كما كتشوفوا انا درت الشرائح ديال البصله وديال الفلفله شويه الطون وشويه الشاركوتري. وحدين خليتهم بلاش لان الوليدات ما كيبغيوش كيبداو ينقيو فيها، دونك درت لهم وحدين بلا فلفله بلا بصله، شويه الطون والشاركوتري. هادو فيهم تقريبا ثلاثه، وثلاثه درت فيهم البصله لو الشاركوتري. انا هنا الفوق غادي نعاود نغابي واحد شويه ديال الموتزاريلا، ومن فوق منها الفرماج احمر، ونحك عليه شويه الزعتر وندخلهم الفران. دونك هنا سالينا، كتشوفوا داكشي اللي بالصفر هو الفرماج الاحمر. دام هنايا درت الزعتر فوالا، دخلت اللاطه الاخرى الفران. انا غادي ندخل معها هذه وحده الفوق وحده لتحت، ماشي مشكل هذه تشعلوا عليها الفوق والتحت سور بلاص كطيب، ما كتاخذش حتى 7 دقائق 10 دقائق، صافي 10 دقائق كتكون واجده. من بعد ما خرجناها من الفران هما كما كتشوفوا طايبه مزيان. هانتوما صراحه صدقوني والله الا جات لذيذه. داك القزبر يابس عطاها واحد المذاق واحد لوغو رائع جدا، داك المذاق ديال داك البصله وداك الفرماج جازوين بزاف. السلام عليكم، انا وريتكم الاعشاب حيت داك الفيديو ما كان الصراحه باين فيه الاعشاب. بالنسبه للقضاء على البق، دونك عندنا هنايا الزعتر، شوفوا مزيان كيفاش داير، شويه ديال الزعتر راه غني عن التعريف اللي كنديروا في البيتزا. ثم عندنا الشيح هذا اللي نكثروا منه، هذا هو المهم بزاف. شوفوا الشكل ديالو كيف داير الشيح. ثم الخزامه، دونك كنديرو خزامة شيح شويه ديال الزعتر، نديرو يا اما في الفاخر نشعلو في خلات ونديروهم نعجعجو مزيان هذاك المكان الغرفه او للمنزل كامل للقضاء تقريبا يوميا يوميا. قدرتو ديرو صباح وعشيه مزيان، ما قدرتوش على حساب الحساسيه واللي كيتخنق يبقى يديرها مره في النهار لمده اسبوع حتى 10 ايام ان شاء الله ما تبقى حتى شي حاجه.
السكسو ديال اليوم انتو البنات باش يجيكم خاطر احمر، ديما في الاخر زيدوا فيه واحد معلقه كبيره عامره مزيان ديال مطيشه الحك، ديروا شي زليفه وزيدوا عليها شويه د الماء تتحركوه مزيان بحال غدوروا الحريره صافي، وديروها مع لاصوص هي وشويه السمن وخليوه حتى يتقدموا. نتوما كتذوقوا كتقادوا لاصوص، حتى الفلفله كتغير المذاق، هي والبنجال كتغير المذاق، بغيتو تبدلو هادشي الا بغيتو تبدلو. هانتوما غتشوفوا معايا القصريه ديال العود، الكسكسو ديالنا هنايا شفتو راه غليظ شويه، القصريه ديال العود ثلاثه ديال الفرات. هي القصريه مشاهدكم، سمحوا لي الا كانوا شي مهنات سمحوا لي. القصريه ديالنا هي سكيتها كسكسو شفتو الغليظ، ظن لي عجبتكم ديروها، ولكن هذا عندكم زبيب، هاد زبيب الكحل كيعطي واحد المذاق واعر في الكسكسو، والسر اللي قلت لكم ديال مطيشه الحك حتى هو كيقاد لاصوص مزيان. ها انتم كلشي على القصريه ديال العود.